وجينا تركنا أهلنا وأقاربنا بسوريا. في شيء جبتوا معك من سوريا من البيت؟ من سوريا؟ لا. ما إحنا كان فكرنا بسوريا إنه إحنا نقعد هون شهرين ونرجع، أنا ما نطول. أنتوا إمتى وصلتوا على المخيم؟ إحنا جينا على المخيم تاريخ 17/10/2012. صورتين تمام. هسا بدي اعمل زوم. كيف حكينا؟ احب اصور شخص بدون ما ينظر الي، او احب اصوره هو بدون ما يحس انه انا عم اصوره. هاي الصوره كنت رايح على الخبز وشفت ثلاث اطفال ماشيين بالشارع وكانوا جايين من الفرن، وحبيت اصورهم بدون ما يطلعوا علي مشان تبين الصوره اوضح واحلى، وانقلوا حياتهم تقريبا حياتهم بالمخيم من الصبح وللمساء مشان اعرف عنهم بالمخيم. انا عن جد كانت صعوبة انه شو بدي اصور، كنت خجلانة كثير انه بلشي انه فكر حدا اني عم بصور يجي بهدلني، وخفت شوي بس لا عادي. هاي الصور بنت تفاجأت لما شافت الكاميرا وجدتها قالت لي صوريني وصورتها. هاي أنا بعزف على البيانو. الموسيقى أحياناً بتخلينا شوي ننسى همومنا، حتى أنا لما كنت زعلانة أو معصبة ببدأ أغني. بعد ما صار قصف الطيران صرنا نتخبى تحت البيوت. نحن يعني خلاص قررنا انه نيجي على المخيم. ما كنت انه متوقع انه يعني ما كنت اعرف انه مخيم ما كنت اتوقع، ما كنت اطلع انه ما في خضار. ما بعاني يعني، هو مو بس انا يعني، يعني كل يعني كل اهل المخيم بيعانوا من شاء الله انه ما في خضار. هي انه حدا عم بزقي شجره وحيله الخضار وبيعطي لون للدنيا. يعني لما طلعتوا من البيت اخذتي شيء معك؟ اخذت دبدوبي هذا. بصراحه يعني خطر لي انه هيك يعني للحظه انه رح نروح ما عاد نرجع، فقلت معلش حتى لو يومها بدي اخذه معي. وقت اصلي، وقت اقعد، وقت اقوم بقول يا رب هيك شي يوم انه فجأة نرجع سوريا. يلا روح 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 روح. يا دي المكان المفضل الي على طول هو الملعب، ملعب كرة القدم. وما في شيء مساعدني غير النشاطات اللي عملها بالمخيم، هي عم بتنسيني كل شيء بسوريا. عايشين حياة صعبة كثير، وأنا حلمي أحب أوجه رسالة للعالم إنه كل واحد عنده هدف يحققه شو ما كان صعب.